باسم الآب والاب والروح القدس إله الواحد أمين. أحبائي أهلا بكم، إحنا لسه مكملين مع بعض يا حبايبي في موضوع الصلاة، والمرة اللي فاتت وقفنا عند أهمية التناول من جسد الرب ودمه، لأنه هو مصدر الشفاء الحقيقي لكل جروحنا وأمراضنا الروحية. تقريبا كده للأسف يعني مش كلنا مدركين أهمية الإفخارستية، أو يعني الإدراك بتاعنا واقف عند المعرفة السطحية إن الإفخارستية دي مهمة، لكن مش بشكل جاد وعملي. للأسف بيغيب إدراك معظمنا. وعلشان أوضح لكم معنى كلامي، تعالوا كده نتخيل إن أبونا في الكنيسة أعلن وقال يوم الحد الجاي هنوزع وجبات كنتاكي سخنة حجم عائلي على كل واحد يجي قبل الساعة 7 الصبح. تخيلوا كده كم واحد ممكن يروح الكنيسة بدري حتى عن الساعة 7، وكم واحد من اللي هيجوا بدري دول بيكونوا بقالهم شهور أو حتى سنين ما حضروش قداس ولا تناولوا. ويا سلام بقى لو أبونا قال هنوزع وجبات دي مش بس يوم الحد، لا إنما كل يوم، يعني كل يوم تيجي الكنيسة الصبح بدري هتلاقي وجبة كنتاكي سخنة مستنياك. أكيد طبعا الناس هتتبسط أكتر وتفرح أكتر، والعدد في الكنيسة هيزيد يوم عن يوم. يا حبايبي الغاليين، كل يوم في الكنيسة موجود خبز الحياة، الجسد المقدس والدم الكريم حاضرين على المذبح، الطعام الحقيقي اللي بيدي حياة أبدية للمتناولين منه، اللي بيدي ثبات حقيقي في الحياة الروحية، اللي بيدي قوة ضد الشر والشهوات، بيقدمه المسيح للخطاه والأنجاس والأشرار، لأن أبونا في القداس بيقول عنه يعطى لمغفرة الخطايا. هو بيتقدم كل يوم مجانا، يعني محدش هيقولك روح ادفع في الخزنة وهات إيصال استلام للتناول وتعالى. ومع ذلك المائدة بتكون جاهزة وطعام الحياة بيتقدم عليها كل يوم واحنا نايمين ولا على بالنا، اصله مش كنتاكي. لو كان كنتاكي يا ابونا كنا هنصحى من بدري. فلازم ندرك ان سبب صراخ الشباب والكبار برضو وتعبهم من الشهوات والامور الاباحيه هو انهم مش مصدقين قبول ربنا يسوع المسيح ليهم وغفرانه الكامل لخطاياهم وبعدهم عن التناول. فالتناول مش تعويذه يا حبيبي ولا مجرد بركه، انما التناول هو اتحاد بالقدوس فنتقدس، هو اتحاد بالطاهر فنتطهر، هو اتحاد بابونا السماوي فنبقى واحد معاه وناخد قوة ضد الشر والشهوات اللي بتتعبنا وتجرحنا. الموضوع مش بس عبارة عن كسل ان الشباب يصحى بدري ويروح عشان يحضر القداس، انما الموضوع عبارة عن غياب الادراك. لكن الكسل هو الحاجة السطحية الظاهرة على القشرة من بره، وفي الواقع يا ولادي وحبايبي فمن غير النعمة والمعونة الإلهية اللي بنحصل عليها من خلال الأسرار المقدسة وخصوصا سر الإفخارستية المقدس، فالإنسان مش هيقدر أبدا إنه يحارب ضد قوات الشر والشهوات. والقديس أغسطينوس بيقول بدون معونة النعمة الإلهية يستحيل على الإنسان أن يحيا حياة القداسة ويبتهج بها. لكننا للأسف مش مدركين فايدة الإفخارستية، علشان كده مش بنضحي ونصحى بدري علشانه زي ما بنضحي ونصحى بدري علشان الكنتاكي مثلا. ممكن تقولي يا بونا الفكرة في المشاعر، يعني أنا بحب الكنتاكي علشان كده هروح لو قالولي هوزع كنتاكي، لكن مش حاسس بحب ناحية الإفخارستية بنفس الدرجة. أقولك يا حبيبي في الحياة الروحية إحنا مش بنتحرك بالحب أو بالمزاج، إنما بنتحرك بالإدراك. فمثلا لما أكون مريض لازم علشان أخف ألتزم بالعلاج بتاعي، ممكن يكون العلاج مؤلم أو طعمه مش حلو، وأكيد أنا مش بحب العلاج لكن مدرك أهميته فبتغصب وبلتزم بيه. كمان لو عندي امتحان ولازم أصحى بدري علشان أروح امتحن، فمش حبي في الامتحان هو اللي يخليني أصحى بدري. فاللي هيساعدك على التغصب يا حبيبي هو الإدراك مش المشاعر. المشاعر ممكن تكون موجودة وممكن تغيب، وفي فترات الفطور الروحي هتدور على المشاعر ومش هتلاقيها. ساعتها إدراكك ومثابرتك هي اللي هتعدي بيك المرحلة دي وتساعدك إنك تستعيد مشاعرك من تاني. وبالنسبة للتدريب اللي أخدناه مرة اللي فاتت اللي هو التناول مرة كل أسبوع، فاللي هيساعدك إنك تبتدي وتستمر فيه هو إدراكك لقبول ربنا يسوع المسيح ليك وغفرانه الكامل لخطاياك. والتدريب ده يا حبايبي هيساعدك على الاستماتة والجهاد ضد الخطية بطول الأسبوع، لأنك هتبقى حاسس إن في كل مرة تتناول إنك أخذت توب جديد فهتبقى عاوز تحافظ عليه. فتخيل كده يا حبيبي واحد اشترى لبس جديد وفرحان بيه، فلو جه عليه تراب أو مثلا غبار بسيط ينفضه بسرعة ويبقى خايف على اللبس بتاعه من أي حاجة ممكن تلوثه أو تقطعه. لكن لو الواحد لابس أي لبس ومش نضيف أصلا فعادي بقى يتبقع زي ما يتبقع، يتبهدل زي ما يتبهدل، ما هو كله بقع أصلا مش فارقة. فلما تثق ان كل ما تتناول بتاخد توب جديد ونقي وباهي، فده هيساعدك انك تكون شبه المسيح في كل
كل كلماتك في كل سلوكك. لكن لو اعتبرت التناول ده مجرد بركة أو تعويذة كده بتاخدها كل ما تبقى عندك مشكلة أو امتحان أو زنقة، أو لو حتى بتتناول كل يوم بس شكليا ومش مدرك إنك بتاخد نعمة ومش مدرك إنك بتبقى شبه المسيح وبتوب جديد، فالسطحية وغياب الإدراك هيخليك تمل وتتكاسل وهتبقى إنسان سطحي جدا وهش، ما عندكش قدرة إنك تواجه إبليس بشروره وشهواته. إحنا بنتكلم عن الصلاة وتحديدا مرحلة التغصب يا حبيبي، لكن الصلاة علشان تكون قوية وفعالة لازم تكون مرتبطة بوساطة النعمة اللي تحفظها. علشان كده جبنا سيرة التناول، والمرة الجاية بنعمة ربنا نتكلم عن تدريب تاني يخص القراية في الكتاب المقدس. ربنا معاكم ويحارب حروبكم ويقويكم ويسندكم. أشوفكم المرة الجاية، ربنا يفرح قلوبكم.